شوفوا بقول وايد نقاط مهمة، أنا ما بيكم تشوفونه كذي كعرض وبس، هو العرض وايد قوي، ولكن كقطع فعلا فعلا يعني رهيبة رهيبة. أول شيء السيرامات هذه أنتوا لما راح تشترونها اليوم أنتوا راح تستفيدون منها وايد، يعني هذه كمرطب حولين العين الصبح بالليل، مو بس بعد الديرما رولر، هذا سيرام كولاجين وهارونيك أسيد، فيستخدم الوجه الرقبة مو بس بعد الديرما رولر، حتى بالليل. الفيتامين سي خو هذا أنتوا تدرون إن أنا أستخدمه بشكل يومي بعنايتي الليلية، تمام؟ فالقطع أنتوا راح تستفيدون منها وايد مو بس بعد الديرما رولر، بالإضافة إن راح يطلع لكم هذيلة كلهم الثلاث أشياء هدايا. افضل ماسك سي ممكن تستخدمونه بعد الديرما رولر او بشكل اسبوعي، ويكفيكم البوكس اللي حط لكم اياه شهر، حط لكم ديرما رولر العين وديرما رولر الوجه. اللي تو بادي ممكن يبدي بنص ديرما رولر الوجه وبعدين يصعد بواحد ملي. اليوم بطبق انا واحد ملي وحولين العين ثبتوا ربع كافي. جل الاقبال الشديد والعدد الكبير اللي قاعد ينطلب، وخاصه من ديرما رولر الوجه نص والحق اللي تو بدون، وديرما رولر حولين العين هي ربع، قلت لكم ثابته يفضل ما تكون اكثر. انزين قاعد يطلبونه في منهم توصلهم بدون الطبع، بس البوكس كذي يكون من برا، ترى هذه فلاي اب، ولكن نتيجه لان في اوردر زايد عندهم ما مداهم حتى يسوون شنو الختم، فقالوا فلاي اب مو مشكله يبوهم ومو مشكله على الختم، يعني يبوا الكميات عشان يوفون الاوردرات اللي قاعد تصير. فهذا انا حبيت ابلغكم الحين، راح تشوفونها اليوم مالت العين اللي انا بستخدمها ما وصلتني ما فيها كذي، فانا حبيت انوه عن هالشيء. السيرم الازرق هذا وايد وايد حلو، اللي ما يلقى شنو ممكن يستخدم بداله من فلاي اب؟ يستخدم هذا الشيء، انا استخدمه حتى من مرطبات الصبح، ريفيتالايزنج اسنس. هذا في هايرونيك، هذا في هايرونيك، هذا في كولاجين، هذا في سيرامايد، اثنينهم روعه. فلما هيت فتره هذا ما كان متوفر، ترى الديرما رولر انا مستمره فيها، انا وصلت الحين مرتين بالاسبوع، مرتين. فلما ما لقيت هذا ما وقفت، عندي هذا اساسا فتحته كترطيب نهاري بوقتها، واستخدمت الريفيتالايزنج اسنس. فهذا من الاختيارات، ترى شنو في سيرامايد وفي هايرونيك اسيد، فوايد وايد حلو، كنت احط هذا. غسلت وجهي، زلت الميك اب بالكامل، الحين راح اطبق معاكم حق الوجه والرقبه. رقم واحد انا استخدم الحين واحد ملي، ترى مرتين بالاسبوع، وحولين العين ثبتوا كلكم الربع، يعني ما راح تلقونها ترى الا عند فلاي اب، انا بالخواص اللي حولين العين صعب تلقونها، فاخذوها من فلاي اب. مالت الوجه انا استخدم مالت فلاي اب لانه فوق ال 500 ابره، وبديت بنص وحاليا انا واحد ملي، راح اطبق معاكم، واحتمال كبير اليوم ما راح تشوفون نفس قبل، انا كنت مطبقه مالت المبتدئين من فلاي اب اللي هي النص، عادي احمرار بسيط، اليوم راح تشوفون احمرار اقوى، وهذه انا اللي استخدمها مرتين بالاسبوع، النتائج خيال. أرجوكم نقطة وايد مهمة حق ديرما رولر الوجه، غطوا منطقة الرقبة، والله العظيم أن وايد النتائج حلوة، لأن أنتم بعدين راح تحطون سيرم فيتامين سي، وراح نحط اليوم كولاجين وهارونيك أسيد، القطع خيال. فاستفيدوا استفيدوا استفيدوا، وايد راح تفرق معاكم حتى شكل الرقبة وخطوط الرقبة، تمام؟ يلا نطبق الحين. طبعا نحرك بجميع الاتجاهات 4 لـ6 جرات عمودي، وماء اللي داخل وماء اللي برا. في الاحمرار شلون واضح؟ لانه واحد، شوفوا عين الدمع اساسا، شايفين؟ غير هذيك النص غير، ونسوي كذي ونغطي جميع الاتجاهات، شايفين هني نقطة الدم عشان تبين؟ اوكي؟ عادي انا متعودة ترى. الرقبة بسوي لكم جزء من الرقبة عشان لا اطول عليكم وانا اكمل كذي، عادي. عمودي ومائل، واروح حق المنطقة اللي بعدها، عادي جدا. الاحمرار او نقط الدم تدل على ان الابر اخترقت الجلد بفعالية، تمام؟ فجدا انا اعشق فلاي اب لان الابر اساسا ما شاء الله 540 ابرة، فعالة يعني كأنك قاعد تسوين بالعيادة، بس اذا تعلمت عليه بالبيت نص بعدين صعدتي واحد ترى وايد راح تفيدك وايد، تقنية المايكرو نيدلينك خيال، انا قلت لكم فوائدها. انزين الحين انا سويت لكم هني، سويت لكم على جانب الرقبة، ابي اغطي لكم اغلب المناطق الخشن، راح تسوون كذي عمودي وأفقي،
تمام، حتى الخشم اي والله حتى الخشم شايفين شلون صار احمر، الجبهه نفس الطريقه، تبي تسوين كذي وتمشين لين تخلصين كذي، هذا ها 4 ل6 جرات عمودي الافقي كذي، راح اكمل باقي الوجه نفس الطريقه، ما يبي الا شيء، جميع الاتجاهات عمودي وافقي، ما الا داخل ما الا برا، في جميع الاتجاهات وجميع المناطق وبس. شايفين الاحمرار شلون واضح؟ خلصت، شايفين اغلب المناطق وخلصت الجبهه والوجه والخشم، وسويت لكم جزء من الوجه راح نكرره، طبعا تبون تقسمون تسوون كذي، المهم انه شفتوني لازم عمودي وافقي وما اللي داخل ما اللي برا، عشان بجميع الاتجاهات تخترق الابر البشره الابر. اوكي الحين راح افتح جديده لانه وايد استهلكت مالت حوالين العين، طبعا انا وصلتني عادي بدون ستامب وقالوا لي القصه، لانه ما شاء الله ما مداهم تصنيع انه يسوون الستامب، فعادي هي نفسها نفسها. راح اطبق الحين حوالين العين على مكان واحد وبعدها نسوي الثاني نفس الطريقه. طبعا حوالين العين شايفين العجل شلون اصغر، فسهل اني انا امررها كذي، راح اسوي افقي لين اصعد للتجاعيد الخفيفه اللي تطلع عندي، وبعدين عمودي اروح حق الاجناب الحين وافقي نفس الطريقة. حوالين العين ما انصح تستخدمون نص، ربع يكفي يكفي يكفي، تمام. سوينا هني المنطقة هذه شفتوا كذي وكذي، وهني على اجناب العين الحين فوق، طبعا فوق اكثر منطقة مؤلمة ولكن عادي الامل متحمل جدا، ربع لا تنسونا ربع ملي. اوكي بعدين نسوي العمودي، يعني فوق الجفن كذي افقي وعمودي، تمام. راح اسوي العين اليمها، خلصت طبقتها بالكامل على كل اجزاء الوجه. اول شيء راح احط سيرم الفيتامين سي، طبعا سيرم الفيتامين سي هاي راح ينفعكم حتى بالعنايه الليليه، 20% فيتامين سي، وعلى فكره حتى اللي عندهم ورديه مستخدمينه من قبل وما حسس لهم بشرتهم، تمام. راح احط فيتامين سي اول شيء، بعدها راح احط على طول اللي هو الكولاجين مع الهارونيك اسيد او الريفيتلايزنج اسنس اذا ما لقيت، لان انا ساعات ما القى يخلص، ما وقفت الديرما رولر استخدمت ذاك، انا كنت استخدمه اساسا كمرطب نهاري في سيراميد هارونيك كنت اطبقه. دائما الرقبه لا تنسونها. اوكي بعدها راح اطبق جل العين، طبعا هذا كمرطب وايد حلو احبه، من احسن المرطبات حوالين العين بعد الديرما رولر، وينفعكم حتى كترطيب صباحي او مسائي. اوكي حط شوي